يعني مجموعة من الأخبار، أنا عارفة أن هي كانت يعني مؤثرة نوعا ما، أو الأحداث المحزنة نوعا ما، بنحاول أن احنا نخرج منها شوية لخبر الحقيقة ممكن تقول عليه كده يعني شر البلية ما يضحك. الخبر ده تناولته جميع وسائل الإعلام بالتندر والسخرية، كلنا طبعا فاكرين موضوع التمثال للملكة نفرتيتي، للحقيقة شوه ملامح الملكة نفرتيتي تماما. التمثال كان محطوط في مدخل مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، أثار عاصفة من السخرية والاستهجان. النهاردة حصل موضوع مشابه تقريبا في مدينة سفاجة بسبب ميدان عروس البحر، وشكل التمثال اللي قدام حضراتكم محطوط في وسط الميدان اللي المفروض أنه هو تمثال عروس البحر. يعني عروس البحر دي حاجة جميلة جدا، ولكن الناس الحقيقة صدموا من شكل التمثال اللي قالوا عليه أنه هو ليس أكثر من تمثال لراقصة البحر. والله راقصة البحر بتبقى حاجة جميلة خالص، بس مش بالشكل ده. الميدان في الأصل كان اسمه ميدان الشهيد حسن أبو الحسن، شهيد العملية نسر بسيناء، لكن المسؤولين في سفاجة قرروا أن هم يغيروا اسم وشكل الميدان بالشكل اللي حضراتكم شفتوه، فجابوا التمثال ده اللي لا يمت بصلة للصورة الذهنية خالص لعروس البحر. وليه تشيلوا اسم شهيد قام بعملية مهمة زي كده أو حتى شارك فيها؟ أنا بقول للناس اللي أشرفت على تجديد الميدان دي جريمة في حق الذوق العام. يعني كفاية علينا ملامح ومظاهر التلوث السمعي والبصري اللي بتحوطنا من كل جانب، يا ريت إنكم تدوا العيش لخبازه بلاش تفتوا. إلهي ربنا يكرمكم بلاش تفتوا. اللي هو جه كحالها عماها. انتوا عندكم طلبه في فنون جميله، انا خريجه فنون جميله وبشوف طلبه فنون جميله كانوا قاعدين بيقعدوا يبدعوا ليل ونهار. اعمل ده مشروع تخرج لطلبه في كليه فنون جميله، واللي يعمل احسن تمثال يكون مكافاه ليه ان هو يحطوه في ميادين جمهوريه مصر المحافظات كلها. واحنا عندنا يعني الطلبه كانوا في الكليه بيعملوا التماثيل وبتترمي في الاخر، ما حدش كان بياخدها. وشباب مبدع وشباب عنده فكر وزي الفل، لكن المنظر اللي انتوا عملتوه ده لعيب بصراحه ما يصحش. خلينا نروح لفاصل ونرجع مع قضية مهمة جدا، هي قضية هجرة العقول المصرية من خلال مواجهة بين بعض أطراف هذه القضية، اللي هم الشباب اللي عندهم فكر ورؤية وإبداع واختراعات، وما بين المسؤولين عن فكرة البحث العلمي وتطوير هذه المواهب وتشجيع المخترعين علشان ما نفقدهمش، لأن مصر حقيقي محتاجاهم النهارده.